أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم وأنا راوية القاسم وهذه العربية 360 الخبر من كل زوايا ومن جميع جوانبه. أوكرانيا تقدم مسودة ضمانات لإنهاء الحرب وروسيا تصفها بمقدمة للحرب العالمية الثالثة. إسرائيل تعلن نجاحها في إفشال الاتفاق النووي وضغط غربي على إيران للتعاون بتحقيق آثار اليورانيوم في منشآت غير معلنة. Russia tries in some fashion to stir the pot to create a distraction from Ukraine is something that always concerns. 100 قتيل من أرمينيا وأذربيجان في آخر مواجهة بناغورنو كاراباخ وأمريكا تتهم روسيا بتأجيج الصراع. وتتابعون معنا الليلة. بيان قمة الرياض للذكاء الاصطناعي يؤكد العمل على تحويل المستقبل إلى واقع قريب. مسودة ضمانات طلبتها أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا من أجل إنهاء الحرب. تحمل المسودة التي نشرها فولوديمير زيلينسكي عنوان معاهدة كييف الأمنية التي تطالب بضمانات مؤكدة محددة بوضوح، منها إلزام الدول الموقعة بتقديم مساعدات عسكرية لكييف في حالة تعرضها لاعتداء وذلك وفق معايير حلف شمال الأطلسي، وأيضا لتدريبات عسكرية لقوات بلاده من الاتحاد الأوروبي والناتو. كذلك تطالب كييف بتوقيع اتفاقيات أمنية تساعدها في حالة الحرب وذلك مع دول البحر الأسود كتركيا وبلغاريا ورومانيا. ديمتري مدفيديف رئيس روسيا السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي حاليا يقول إن هذه الضمانات تمهد الطريق لحرب عالمية ثالثة، ويؤكد أن روسيا فقط هي القادرة على منح أوكرانيا ضمانات أمنية. إلى ذلك يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتصال الهاتفي تلقى الاتصال الهاتفي الثاني من زعيم أوروبي خلال يومين فقط المستشار الألماني أولف شولتز وذلك بعد اتصال له مع ماكرون. وحسب بيان ألمانيا الاتصال استمر 90 دقيقة طالب شولتز خلاله بوقف إطلاق النار والانسحاب من أوكرانيا في أسرع وقت ممكن. وحسب بيان روسيا فتمت مناقشة الوضع حول محطة زابوريتشيا النووية وإمدادات الغاز إلى أوروبا. الحرب في الشرق الأوكراني تزداد تعقيدا على عدة جبهات ولا شيء يدل على قرب فك الارتباط. أوكرانيا قالت على لسان نائبة وزير الدفاع هانا مليار إن القتال ما زال محتدما حول خاركيف وأن القوات الأوكرانية تحقق تقدما كبيرا بفعل التطبيق الجيد للخطط الموضوعة فيما الجيش مدفوع بالتقدمات التي حققها خلال الأيام الماضية. أعادت المسؤولة الأوكرانية التأكيد على هدف جيشها وهو تحرير منطقة خاركيف وما وراءها وتعني جميع الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا. لكن نائبة وزير الدفاع الأوكراني نوهت إلى أن القتال مستمر وأنه ما زال من السابق لأوانه القول إن السيطرة الأوكرانية الكاملة تحققت على منطقة خاركيف. الرد الروسي على التقدم الأوكراني هذا جاء على شكل قصف مكثف على مختلف الجبهات حسبما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو. المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف قال في الإجازة اليومي إن القوات الجوية ووحدات المدفعية والصواريخ البالستية شاركت بتنفيذ الضربات، وأشار إلى عمليات قصف في خاركيف التي تشهد هجوما مضادا أوكرانيا إضافة لغارات بالقرب من سلوفيانسك وكونستانتينيفكا وبخموت في شرق أوكرانيا وفي منطقتي ميكولايف وزابوريجيا في الجنوب.
شنت القوات الجوية الروسية وقوة الصواريخ والمدفعية هجمات مكثفة على الوحدات الأوكرانية في جميع الاتجاهات العملياتية. أسفرت الهجمات عالية الدقة عن تحييد القواعد المؤقتة لوحدات من اللواء 95 المحمول جواً واللواء الميكانيكي 115 واللواء الميكانيكي 53 واللواء البحري 35 ولواء المشاة الميكانيكي 57 وكذلك من اللواء الميكانيكي 14 بالقرب من خاركيف. وأسفرت العملية أيضاً عن سقوط 800 قتيل بين العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب وتدمير 5 مستودعات أوكرانية للصواريخ والأسلحة والذخيرة في دونيتسك. على خط موازن، أكد الكرملين أن الحرب التي تطلق عليها موسكو تسمية العملية الخاصة في أوكرانيا كما نعرف ستستمر حتى تتحقق أهدافها، مع الإشارة إلى أنه لا أفاق للمفاوضات حاليا بين موسكو وكييف. الرئاسة الروسية نفت وجود مناقشات بشأن إعلان تعبئة عامة لدعم الحملة العسكرية بعد أيام من هجوم أوكراني أجبر القوات الروسية على الانسحاب من كافة أنحاء منطقة خاركيف تقريبا. ومع الأنباء الواردة من أوكرانيا وبروز بعض الأصوات المنتقدة في الداخل الروسي، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن هذه الأصوات دليل على التعددية وأن الروس في المجمل يواصلون دعم الرئيس فلاديمير بوتين على حد قوله. أياد أمريكية وبريطانية أسهمت في هندسة الهجوم الأوكراني المضاد وتحقيق التقدم العسكري الأخير بحسب تقرير لنيويورك تايمز. بدأ العمل بعد وقت قصير من إبلاغ الرئيس الأوكراني لقادته العسكريين بأنه يريد القيام بخطوة هائلة لإثبات أن بلاده قادرة على صد القوات الروسية. بحسب نيويورك تايمز، اعتقد الجنرالات الأوكرانيون والأمريكيون أن هجوما واسع النطاق سيؤدي إلى خسائر فادحة. ثم بدأ القادة الأوكرانيون بالانفتاح أكثر على مسؤولي المخابرات الأمريكية والبريطانية وطلب المشورة. طوال الشهر الماضي وبناء على طلب الأوكرانيين أنفسهم، كثف المسؤولون الأمريكيون معلوماتهم الاستخبارية حول القوات الروسية مسلطين الضوء على نقاط الضعف في الخطوط الروسية. قبل الهجوم المضاد، أرسلت القوات الأوكرانية للولايات المتحدة قائمة مفصلة بالأسلحة التي تحتاجها لإنجاح هذه الخطة. أسلحة محددة مثل نظام صواريخ هايمارس التي كان لها تأثير كبير على ساحة المعركة واستخدمته القوات الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة لتدمير أكثر من 400 مستودع أسلحة روسي إضافة إلى مواقع قيادة وأهداف أخرى وفق الجيش الأوكراني دائما. في الآونة الأخيرة وضعت القوات الأوكرانية صواريخ تطلق من الجو من طراز هارم مقدمة من الولايات المتحدة على طائرات مقاتلة من طراز ميك 29. كانت الصواريخ فعالة وبشكل خاص في تدمير الرادارات الروسية. وقال مسؤولون أوكرانيون وأمريكيون إن إعلانات البنتاغون الأسبوعية أو نصف الشهرية عن شحنات جديدة من الأسلحة والذخائر الأمريكية تعطي قادة كييف الثقة للتخطيط لهجمات متزامنة معقدة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من كييف يوري ساك مستشار وزير الدفاع الأوكراني. أهلا بك سيد يوري. يعني هل سيكون باستطاعة القوات الأوكرانية الحفاظ على الأراضي التي استعادتها في الأيام أو اليومين الأخيرين تحديدا، وماذا تحتاج لتحقيق ذلك؟ مساء الخير وشكرا لكم على الاستضافة.
القوات الأوكرانية سوف تتمكن من الحفاظ على الأراضي التي ساعدتها خلال اليومين الماضيين، لكنها تنوي تحرير كافة الأراضي الأوكرانية التي الآن محتلة بشكل مؤقت. وطبعا لتحقيق هذا الهدف نحن بحاجة للمزيد من الأسلحة. الجيش الأوكراني جيش محترف جدا، لكنه يحتاج للأسلحة النوعية لتحقيق أهدافنا العسكرية، ونحن نحتاج تحديدا للدبابات وكذلك الطائرات المقاتلة، مع اعتبار أن روسيا تواصل تنفيذ هجمات بالصواريخ، وبالتالي فنحن بحاجة لأنظمة دفاع جوي أكثر وكذلك أنظمة مضادة للصواريخ. سيد يوريساك، هناك رد روسي على الضمانات الأمنية التي طالبتم بها، وتقول روسيا إن هذا قد يقود إلى حرب عالمية ثالثة، أي مطالباتكم بهذه الضمانات، كيف تردون بالمقابل؟ القيادة العسكرية والسياسية في أوكرانيا قالت هذا الأمر منذ اليوم الأول لهذه الحرب. فكما تتذكرون كان هناك مذكرة بودابشت التي وقعت منذ فترة طويلة عندما تخلت أوكرانيا عن أسلحتها النووية. ووفقا لهذه المذكرة فإن روسيا التي كانت من أحد الدول التي وقعت على هذه الوثيقة، روسيا وغيرها من البلدان التزمت بأنها ستوفر ضمانات أمنية لأوكرانيا. وعندما بدأت هذه الحرب في 2014 ثم لاحقا في فبراير من عام 2022 أدركنا أن هذه الضمانات لم تكن مجدية. ومنذ اليوم الأول لهذه الحرب فإن دبلوماسيين ورئيسنا تحدثوا إلى شركائنا في العالم من أجل تجنب وقوع حرب عدوانية كهذه. تحتاج أوكرانيا لتلقي ضمانات أمنية جدية، هذا كل ما في الأمر. وطبعا روسيا ليست راضية عن ذلك، لأنها تريد من أوكرانيا أن لا تكون محمية، وكذلك تريد أن تكون بمفردها في هذه المعركة، لأن روسيا ترغب في تطوير أمتنا، وهذه حرب إبادة. نعم، وزير الخارجية الأمريكي اليوم بلينكين تحدث أن الإنجازات التي حققت بالأيام الأخيرة للغرب نصيب كبير منها، طبعا بالإضافة إلى القوات الأوكرانية، ولكن قال بأن ما حصل أو ما تم استعادته ليس محسوما، يعني هي ليست نتيجة محسومة. هل يقلقكم هذا الكلام؟ نحن واقعيون، وكما أننا لن نتخاذل، ونحن ندرك أننا نتعامل مع عدو خطير قادر على اقتراف جرائم حرب مختلفة، وكذلك أن عدم الالتزام بالاتفاقيات. ولدى العدو الكثير من الأسلحة والدبابات والطائرات المقاتلة والصواريخ. نحن ندرك أن هذه المرحلة ليست نهاية الحرب، لكننا ندرك أيضا أن لا خيار لدينا غير مواصلة هجوم المضاد لتحرير أراضينا، لأنه بالنسبة لأوكرانيا هذه ليست حرب لحماية أوكرانيا، وإنما هي حرب نخوضها من أجل البقاء. إذن بالنسبة لنا لا خيار لدينا، علينا أن نواصل حماية أراضينا وكذلك دحر العدو خارج أوكرانيا. بما أن يعني إجابتك تضمنت كلمة نحن واقعيون قبل قليل، هل يمكن أن تقول نحن واقعيون أيضا لجهة إمكانية غض النظر على الأقل مؤقتا عن بعض المناطق التي بات بها أمر واقع روسي، خاصة عندما نتحدث عن دونيتسك ولوغانسك، والاهتمام بالمناطق الأخرى التي تريدون استعادتها وقد وصلت إلى نحو 4000 كيلومتر مربع مؤكدة كما يقول زيلينسكي الآن؟ جاء
خلال الأيام الستة الماضية القوات المسلحة الأوكرانية استطاعت أن تستعيد السيطرة على أكثر من 6000 كيلومتر مربع، وهذا إنجاز كبير لأوكرانيا وهي نكسة للجيش الروسي. سنواصل هذا الهجوم المضاد ولن نتوقف حتى يتم دحر الجيش الأوكراني وإخراجه تماما خارج الحدود المعترف بها الدولي لأوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم. إذن من هذا المنظور لدينا هدف واضح كل الوضوح، سوف نسعى دائما لتحقيقه. تمام، شكرا جزيلا لك. للإشارة كي نكون دقيقين في الأرقام، طبعا الرئيس زيلينسكي تحدث بالأمس عن 6000 كيلومتر مربع، الآن يقول أنه بشكل كامل ونهائي يعني 4000 كيلومتر مربع. شكرا جزيلا يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني من كييف، تحياتنا إليك. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن بلاده حالت دون إبرام الاتفاق النووي المحتمل مع إيران. وأضاف لابيد في تصريحات صحفية أن إسرائيل تمكنت بالفعل من وقف الاتفاق النووي مع إيران، وذلك بعد جولات قام بها مسؤولون استخباريون وأمنيون في العاصمة واشنطن. أكد دبلوماسيون أوروبيون لرويترز أن القوى الغربية تبحث مع دول أخرى في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشكيل جبهة ضغط موحدة ضد إيران لإجبارها على منح الوكالة الإجابات بشأن آثار اليورانيوم المكتشفة في مواقع غير معلنة. وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن بلاده تجري مشاورات لبحث التعامل مع الجمود الحالي في المفاوضات النووية مع إيران. وأضاف المسؤول الفرنسي أنه لا توجد مفاوضات نشطة حاليا، إلا أن القوى الغربية لم تيأس من الوصول إلى حل دبلوماسي. إذن عقدة البرنامج النووي الإيراني مستمرة، لا تريد طهران التزاما باتفاق وتحاول المراوغة دوليا لكسب الوقت وربما التعاطف أو حتى الحلفاء. تؤكد طهران أنها تعاونت بشكل تام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قضية المواقع غير المعلنة، في رد على إصرار وتجديد المدير العام للوكالة الدولية مطالبته لإيران بتوفير أجوبة شافية عن تلك المواقع. قضية العثور في مراحل سابقة على آثار لمواد نووية في 3 مواقع لم تصرح طهران أنها شهدت أنشطة من هذا القبيل تثير توترا بين إيران وكل من الوكالة ودول غربية. هذه النقطة تحديدا تعد من نقاط التباين الأساسية في محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى. وتعقيبا على تصريحات بشأن المواقع أدلى بها غراسي أمس، قال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كاما لوندي إن طهران تعاونت بشكل تام وأرسلت في هذا الخصوص ردودها على تساؤلات الوكالة الدولية. كما لوندي رأى أن رصد آثار لمواد لا يعني وجود نشاط غير معلن، وقال لا يمكن التعويل على مشاهدة تلوث في عدد من المناطق المواقع للجزم بوجود مواد نووية لم يتم الكشف عنها. رد سلبي من طهران ربما كان متوقعا، لكنه يمثل خطوة إلى الخلف بعيدا من التوصل إلى اتفاق جديد. أنتوني بلينكين. ما رأيناه خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك في رد إيران على الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الأوروبي يمثل خطوة إلى الوراء ويجعل احتمالات التوصل إلى اتفاق على المدى القريب غير مرجح، وقد سمعتم الاتحاد الأوروبي. لا يمكنني إعطاء جدول زمني إلا لأقول مرة أخرى إن إيران تبدو إما غير راغبة أو غير قادرة على القيام بما هو ضروري للتوصل إلى اتفاق، وتستمر في محاولة إدخال قضايا خارجية إلى المفاوضات التي تجعل التوصل إلى اتفاق أقل احتمالية. لكن ما رأيناه في الأسبوع الماضي هو خطوة إلى الوراء بعيدا عن احتمال أي نوع من الاتفاق على المدى القريب. الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت قبل أيام أنها غير قادرة على ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلمي حصرا في ظل عدم تقديم طهران أجوبة مقنعة بشأن قضية المواقع. وكرر مديرها العام طلبه التعاون من طهران في أقرب فرصة ممكنة قائلا عثرنا على آثار يورانيوم ونريد أجوبة. لكن يبدو أن مشاكل إيران ليست دولية فقط وليست حتى نووية يا طاهر، بل هناك مشكلات داخلية جمة أمنية وحتى استخباراتية وتخريبية أحيانا وفق وصف السلطات الإيرانية. فماذا يحدث داخل إيران؟ بالفعل راوية، لدى إيران
مشكلات مركبة أخرى، فاغتيالات واستهدافات غامضة تحصل في إيران، لا يقل ذلك عن 6 علماء وأكاديميين إيرانيين قتلوا أو تعرضوا لهجمات منذ عام 2010 أو 2010. ربما تذكرون هذا الاسم، حسن صياد خدائي، العقيد في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي قتل في مايو الماضي، واتهمت طهران إسرائيل حينها بالوقوف وراء العملية. حينها قال الحرس الثوري إن شخصين على دراجة نارية أطلقا النار على خدائي في العاصمة طهران، وكان عملا من تدبير من أسماها جماعات إرهابية مرتبطة بالقمع العالمي، في إشارة إلى الغرب وإسرائيل. اليوم وبعد 3 أشهر من العملية، أكد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران وهو مسعود استعيشي أن السلطات اعتقلت عدة أشخاص في قضية اغتيال خدائي. وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلت عن استعيشي قوله إن الأوامر القانونية اللازمة صدرت بحق المعتقلين والقضية لا تزال قيد التحقيق. إيران وصفت خدائي بأنه أحد مدافعي العتبات المقدسة، في إشارة إلى العسكريين أو المستشارين أو قادة الميليشيات الذين يقاتلون في سوريا دعما لنظام الأسد. في المقابل ترفض إسرائيل التعليق على الاتهامات الإيرانية بقتل خدائي، لكن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت بأن العقيد الإيراني كان يترأس وحدة في فيلق القدس خططت لشن هجمات على إسرائيليين في الخارج. حادث من نوع آخر تلقي إيران باللوم فيه على المخربين، يتمثل باندلاع حريق في بئر نفطية واقعة في إقليم الأحواز جنوب غرب البلاد. التلفزيون الرسمي الإيراني نقل عن الرئيس التنفيذي لشركة مارون للنفط والغاز قباد ناصري قوله إن بئر النفط احترقت نتيجة تلاعب مجهولين، ولم يقدم ناصري أي تفاصيل عن الخسائر أو الحريق في المحافظة التي يعاني سكانها من ذوي الأصول العربية من التمييز والإهمال. ناصري أضاف أن السلطات تعمل على السيطرة على الحريق وإعادة الإنتاج، وقد بدأ حقل نفط شاديجان الإنتاج عام 87 ويضع نحو 110 ألف برميل من النفط يومياً. في العربية 360 أيضا، الملك تشارلز الثالث يختتم زيارة قصيرة لإيرلندا، الجزيرة المتوترة، ونعش الملكة حيث الوجهة الأخيرة في لندن. يد الأم يا ما شافت طول هالمشوار، ومع هذا لسه تعرف كيف تختار حليب المراعي الطازج. الفرق بيدين الأمهات. المناعة القوية تبدأ بعادات صحية. سنترم مع فيتامين سي وزنك وفيتامين دال يساعد على تعزيز مناعتك يوم بعد يوم. خلي سنترم جزء من روتينك اليومي. منذ اكتشافه وحتى يومنا هذا نعتمد على النفط ومشتقاته في سبل الحياة، توليد الطاقة، قطاع النقل والمواصلات، الوقود، وأكثر من 300,000 منتج آخر، ليلعب دورا مهما في الاقتصاد العالمي. لكن في ظل التطورات التي يشهدها العالم والبحث المستمر عن مصادر متجددة للطاقة، كيف سيكون المشهد؟ تعرف على كل التطورات وآخر المستجدات المؤثرة في هذا القطاع الحيوي من صناع القرار وخبراء العالم. مستقبل الطاقة مع ناصر الطيبي، الخميس 6:30 على شاشة العربية. تلاحظ دماء عند تفريش أسنانك؟ قد تكون تأثير تسلسلي لأمراض اللثة، تبدأ برائحة فم كريهة وتراجع للثة ثم فقدان الأسنان. استخدم بارادونتاكس، فعال 4 مرات أكثر من المعجون العادي في إزالة بكتيريا البلاك، السبب الرئيسي لنزيف اللثة. بارادونتاكس يساعد في وقف التأثير التسلسلي لأمراض اللثة.
أهلا بكم من جديد. في الأردن توفي شخصان وأصيب 14 شخصا حتى الآن جراء حادثة انهيار مبنى في منطقة الويبدي بالعاصمة عمان. وجه رئيس الوزراء بشير الخصاوني الجهات المختصة إلى فتح تحقيق للوقوف فيه على أسباب حادث الانهيار، وأكدت السلطات أن عدد السكان في المبنى يقدر ب30 شخصا، ويتم تحديد العدد بدقة لتنظيم عملية الإنقاذ. معنا من عمان مراسل العربية عماد العضايلي، أهلا بك معنا. عماد، هل هناك أي معلومات جديدة بخصوص القتلى والجرحى أولا؟ نعم طاهر، قبل قليل صرح مصدر رسمي لنا بأن هناك حالة وفاة ثالثة جراء هذا الانهيار، ليصبح العدد 14 إصابة وثلاث وفيات. وقبل قليل أيضا من هنا من هذا المكان، أنا أقف الآن على مدخل المدخل الوحيد للعمارة التي سقطت والمكون من 4 طوابق، علمنا أن جثة رابعة ستخرج الآن من هذا المكان، ليصبح العدد 4 قتلى و14 إصابة. هذا المبنى أو هذه المنطقة كما تعلم، يعني الآن نشاهد الآن خروج الجثة الرابعة ربما، يعني لكن هذه لم يصدر لغاية اللحظة خبر رسمي بالوفيات الأربعة، لكن علمنا من مصدر موثوق بأن هناك 3 وفيات. والآن قبل قليل وصلني أيضا من مصدر داخل هذه المنطقة أن هناك جثة رابعة ستخرج الآن من تحت الأنقاض. الأجهزة الأمنية والدفاع المدني يحاولون منذ الساعة 5 عصرا وهم يبحثون عن ناجين ربما أو عن الوفيات إذا كان هناك لا سمح الله وفيات أو أعداد أكثر. المنطقة جبلية وعدم يعني قدرة وصول الآليات الثقيلة إلى مكان الحادث ربما يعني ساعد بعدم قدرة الأمن الدفاع المدني لإزالة التراكمات الكبيرة جراء هذا السقوط الذي يعد لأول مرة في هذه المنطقة، منطقة الويبد وهي منطقة جبلية مطلة على وسط البلد. هذه العمارة ربما يعني بناؤها قديم منذ أكثر من 50 سنة، يعني عمرها قديم ولا يوجد هناك أي صيانة لهذه العمارة، لذلك ربما أن تكون هذه الأسباب الحقيقية وراء وقوع أو سقوط هذه العمارة. مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، وهو طبعا حديث الاستلام منذ أيام، يشرف تماما منذ الساعة 5 وهو يشرف بنفسه على عملية الإنقاذ وعملية إجلاء المصابين وأيضا إخراج القتلى من تحت الأنقاض، يشرف على هذه العملية. كوادر الدفاع المدني بالعشرات تتواجد هنا، هذه المنطقة منطقة مغلقة. أيضا الادعاء العام فتح تحقيقا في القضية منذ ساعات وهو موجود، المدعي العام موجود الآن في هذه المنطقة لفتح تحقيق حول الوقوف على أسباب سقوط البناية في هذه ولكن المنطقة. عماد، هل ندقق أكثر في هذه النقطة إذا سمحت، هل هناك ما يؤكد، يعني هل هناك مؤشرات على الأقل إلى استمرار وجود ناجين محاصرين كما ورد في بعض الأنباء حتى هذه الساعة؟ يعني كما تحدث طاهر أن قبل يعني منذ الساعة 5 يقومون بالدفاع رجال الدفاع المدني، وأيضا كان قبل ذلك المواطنين قاموا بإخلاء المصابين. لا زال البحث جاري على البحث جاري داخل أو تحت الأنقاض للوقوف على ناجين. لم نعرف لغاية هذه اللحظة عدد المتواجدين في العمارة أو عدد من هم داخل العمارة التي سقطت عصر اليوم، لكن البحث جاري ولا زال هناك يعني انتشال لجثث، ولا زال أيضا البحث عن ناجين وإخراجهم وأيضا نقلهم إلى المستشفيات. عماد، هل هنالك من أعداد يعني تقريبية للمحاصرين الذين نتمنى طبعا أن يكونوا أحياء حتى الآن، أعدادهم، الأعمار تحت الركام؟
لا يوجد أي يعني معلومات دقيقة حول هذا الموضوع، لكن يعني تحدثت مع بعض السكان المتواجدين المجاورين لهذه البناية، قالوا بأن العدد داخل البناية من 15 شخص إلى 20. نحن نتحدث عن 14 إصابة ونتحدث عن 4 وفيات. هذه الأعداد ربما الأعداد المتواجدة، لكن الأمن العام وكما تحدثنا معهم قبل قليل أيضا قالوا أن البحث ما زال جاريا وأن هناك ربما أشخاص متواجدين داخل الأنقاض أحياء، لذلك يقومون بعمليات بحث دقيقة. حضرت الكلاب أيضا للبحث عن إذا كان هناك ناجين تحت هذه الأنقاض. منذ إذا بهذه الحسابات يمكن أن يكون الرقم قليلا يعني من يمكن أن يكونوا ناجين محاصرين، نأمل أن يكون هناك المزيد من الناجين طبعا، ولكن أريد أن أقف معك على حالات المصابين إن وردت معلومات لديك حول حالاتهم. نعم، بحسب وزير الصحة بأن الحالات التي تم إخراجها حالات متوسطة وبعضها خرج من المستشفى. الآن يعني يتحدثون عن 5 وفيات، يعني الآن يعني مصدر رسمي قال لنا بأن 5 وفيات، يعني الآن الإحصائيات النهائية لانهيار المبنى في الويبدة 5 وفيات و14 إصابة، ولا زال البحث جاري. نتحدث عن يعني أعداد كبيرة من قوات الدفاع المدني، من رجال الدفاع المدني ومن رجال الدفاع المدني ومن أيضا عماد. دعنا نذكر بالطبيعة الجغرافية لهذه المنطقة، قلت بأنها هي منطقة جبلية، ولكن السبب الأولي حسب السلطات الأردنية حتى الآن هو أنه قدم هذا المبنى هو السبب الرئيسي، صحيح؟ هناك يعني عدة أسباب تم تداولها بين الأوساط هنا في الأردن. السبب الأول أحدهم تحدث عن وجود عمارة، يعني كما تشاهدين عمارة جديدة، وهذه العمارة لابد من بناء أساسات لها ولابد من حفر تحت الأرض. هذه العمارة ربما أثرت لأنها جديدة، أثرت على البناء القديم للعمارة التي سقطت اليوم. هناك أيضا من قال أنها يعني لم يتم صيانة العمارة منذ سنوات طويلة وهذا سبب الانهيار. لازلنا الادعاء العام والنيابة العامة متواجدة داخل هذه المنطقة هنا للوقوف على أسباب وحيثيات سقوط البناية وأيضا يعني تحقيقات شاملة ومتوسعة أيضا للوقوف على كافة تفاصيل سقوط البناية. هل تحدثت تمكنت من التحدث إلى بعض السكان من يعني الذين يسكنون في جوار هذه البناية التي سقطت؟ هل كانوا يتحدثون عن تشققات، عن إنذارات وجهت لمالكي الشقق أو للمستأجرين فيها تنذر بما يمكن أن يحصل ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار بها؟ يعني للأسف لم نستطع الوصول يعني من أحد من الجيران لهذه البناية، لكن أحد الأصدقاء قال لي بأنه تحدث إلى صاحب البناية وقال أن عمر البناية يزيد عن 50 أو 60 عاما ربما، ولم يكن هناك صيانة. البناية أو هذه المنطقة هي منطقة قديمة وهي منطقة الويبدة، تعتبر من أعرق مناطق عمان القديمة، وكانت يعني أول المناطق التي سكنت في عمان هي وسط البلد ثم منطقة الويبدة وجبل عمان. إذن هذه المناطق هي من أعرق وأقدم المناطق في عمان، لذلك يعني البنايات تحتاج لصيانة دائمة ولمتابعة في موضوع الصيانة. ربما يعني كما تحدثت أن هناك أسباب السقوط، ربما العمارة المجاورة للبناية أو أنها لم يكن هناك صيانة ومتابعة لهذه البناية التي سقطت اليوم عصرا. طيب عماد، يعني هل تمكنت من جمع معلومات حول وجود أو عدم وجود أطفال داخل هذه البناية من الأشخاص المفقودين حتى الآن أو كبار بالسن؟
لم بيانات الأمن العام والبيانات الرسمية لم تتحدث عن الأعمار التي كانت ماذا عن الجيران عماد؟ هل استطلعت ذلك الموضوع من الجيران؟ ما هو هناك من قال بأن هذه العمارة أو يوجد بجانب العمارة حضانة للأطفال، لكن لا يوجد فيها أحد ولم يكن هناك من يسكن بالبناية المجاورة، لذلك وقال بأن البناية سقطت على هذه الحضانة، لكن الأمن العام أكد بأن الحضانة يعني لم يكن بها أحد، ولم يتحدث أيضا عن المنطقة بشكل عام وعن المناطق المجاورة لها. الآن يعني ربما يتم إجلاء الوفاة الخامسة، وهذه التجمهر الآن لقوات الدفاع المدني ورجال الأمن العام لانتشال الجثث إن كان هناك جثث غير الخمسة التي تم الإعلان عنها. خلي لنا الصورة لو سمحت عماد، نتابع في تغطية هذا الموضوع ونشير أو نذكر إلى المعلومات التي أفدتنا بها قبل قليل، وهي في الخبر العاجل الآن على الشاشة عن ارتفاع عدد وفيات انهيار المبنى السكني في عمان في الويبدي تحديدا إلى 5 أشخاص، إضافة إلى 14 إصابة كما أفادنا قبل قليل. صحيح. عماد، ونتابع في تغطيتنا. صحيح، يعني كما نذكر بأنه عماد تحدث بأنه هذا المبنى كان بجانبه عندما سقط حضانة للأطفال، لكنها خالية من الأطفال، الحمد لله على ذلك. وأيضا السبب يعني المتداول الآن هو قدم. صحيح. هذا المبنى. ينضم إلينا إذن السيد مجيد عصفور وزير الإعلام الأردني السابق، أهلا بك سيد مجيد. يعني بالبداية يعني تعليقك على هذا الانهيار لهذا المبنى، هو ليس بمبنى جديد، وعن جهود الإنقاذ المبذولة. شكرا جزيلا، بس للتصحيح أنا لم أكن وزير الإعلام السابق، أنا رئيس تحرير جريدة الرأي السابق. أهلا وسهلا فيك. أهلاً، شكرا فيك. للتصحيح، تفضل. شكرا يا سيدتي. البناء هذا مبني من 60s القرن الماضي، وكان مؤلفا من 3 طوابق. أعتقد كما قال أحد المستأجرين القدامى فيه أنه تم إضافة جزء من طابق أو طابق جديد على فوق الطابق الثالث، بمعنى أن صار المبنى مكون من 4 طوابق. البناء يعني هذا كان مخالفا للترخيصات الممنوحة؟ لا، هو المسموح البناء 4 طوابق، لكن غير مسموح إلا بعد إجراء مخططات وفحص سلامة عامة من قبل نقابة المهندسين والمقاولين المعتمدين. فلم يعرف بعد إذا كان صاحب البناء قد اعتمد هذه الكودات، هناك كودات محددة للبناء قد اعتمدها واعتمد مقاولا مرخصا أم لا، هذا لا زال في طور جمع المعلومات. هل كان في عندك هل توفرت لديك معلومات أستاذ مجيد عن طبيعة، لأنه في كثير مباني قديمة في عمان وبغيرها بكل دول العالم، ولكن في هذا السياق هل توفرت معلومات إذا كان في إنذارات حقيقية بوجود يعني خلل هندسي كان يوجب التحرك سريعا؟ نعم، الآن في تصريحات لمختار جبل الويبدي. جبل الويبدي منطقة قديمة، أنا بالمناسبة ولدت في جبل الويبدي وأنا أعرف معظم المباني وأصحاب المباني. مختار جبل الويبدي يقول أن هناك تشققات حدثت في البناء من فترة، وأن أخطر من قبل السكان، أخطر صاحب البناء بهذه التشققات، والتشققات نتجت عن قيامه ببعض الأعمال في الطابق الأرضي، بمعنى أن الطابق الأرضي غير في الحوامل، الأعمدة الحاملة. هذا على ذمة وعلى رأي مختار جبل الويبدي الذي صرح لوسائل الإعلام بهذه المعلومات. نعم، هناك مالك وحيد والكل مستأجرون؟ على الأغلب نعم، مالك وحيد. يعني حتى الآن يقال أن هناك مالك وحيد وليست شقق
مباعة إلى أصحابها. سيد مجيد، يعني عادة عندما يود شخص بناء جديد، طابق جديد، أو حتى أن يغير بالطابق السفلي الذي هو الأساس، يعود إلى البلدية التي عليها التحري عن مدى إن كان هناك خلل سيحدث أم لا. هل حدث ذلك؟ هل من معلومات أن هذه الخطوات تم اتباعها من قبل مالك المبنى؟ لا معلومات، لكن على الأغلب أنه لم يتم اتباعها. هذا مجرد اعتقاد ومجرد ظن، لأنه لو اتبعها لما وافقت البلدية، أمانة عمان هنا في هذه الحالة اسمها عندنا، نعم، لما وافقت على اعتماد المخططات التي يقدمها، لأن المخططات عندما تقدم يتبعها كشف من مهندسين الأمانة. هؤلاء الذين يوصون بالموافقة من عدمها في ضوء شروط كثيرة، من ضمنها وأهمها سلامة البناء، وفيما إذا كان يتحمل أو لا يتحمل أي إضافات جديدة، أو نعم، يتحمل تغييرات في الطوابق السفلية أو بالأحرى في الطابق الأرضي الذي عليه كل الاعتماد والارتكاز بالنسبة للأحمال التي فوقه. أستاذ مجيد، هل توفرت لديك أي معلومات بخصوص توقيف مالك البناية؟ لا، لم تتوفر حقيقة أي معلومات، لكن الادعاء العام الآن استلم القضية، جمع المعلومات ويجمع من الشهود ومن المصابين، لأن جزء من المصابين بحمد الله حالتهم جيدة، يستطيعون التكلم. فالآن بهذا الصدد أعتقد أن مالك العمارة سيكون تحت الإجراء القضائي، لأنه مسؤول بالنهاية عن أي خلل في العمارة إذا كان خللا ناتجا عن مخالفة لكودات ولشروط البناء. نعم، يعني هل من معلومات متوفرة حتى الآن عن المحاصرين تحت الأنقاض حتى الآن؟ لا زال هناك محاصرين. أنا أعرف شخصيا سيدة وابنتاها، لا زالوا، زوجها خرج هو وابنه وبنته، وما زالت زوجته واثنين من بناته، اثنتين من بناته ما زالوا تحت الأنقاض. هذا حتى قبل نصف ساعة كنت أتواصل مع ذويهم وأبلغوني أن الزوجة والابنتين لا زالوا تحت الأنقاض. يعني على الأقل نتحدث عن ثلاثة أشخاص ما زالوا بانتظار. هؤلاء الذين أعرفهم أنا، نعم، لكن هناك، نعم، غيرهم، نعم، بالتأكيد. نعم، أنا أقول على الأقل يعني ومن معرفتك الشخصية نتحدث عن ثلاثة أشخاص مؤكدين، ثلاثة، وربما يكون هناك عدد آخر. بالتأكيد هناك عدد آخر، يعني من الموقع الذين أتواصل معهم من الموقع يبلغوني أن هناك أشخاص ما زالوا. لكن كم الأعداد اللي عم يقولوا لك أنه كانوا موجودين بالبناية عندما سقطت؟ يعني لا، ليس لديهم تقدير لأنهم لا يعرفون كل السكان، لكن تحدثوا لي عن ذويهم، عن الزوجة وعن الابنتين اللواتي لازلنا تحت الأنقاض. طيب سيد مجيد، يعني إن كان من هؤلاء الأهالي الذين يمتلكون أشخاصا داخل هذه البناية، إلى من يعودون للتبليغ أنه لديهم أشخاص داخل هذه البناية لا يزالون مفقودون؟ نعم، مفقودين. إلى فرق الإنقاذ الموجودة الآن في الموقع ولا زالت تعمل، وهناك أمر من الحكومة بأن تستمر عمليات الإنقاذ ليلا، أي أنها لن تتوقف بحلول الظلام، وستتم تحت أضواء الكشافات، وقد تم استخدام الكلاب البوليسية وتم استخدام كل الوسائل المتاحة، لكن هذه عمليات تأخذ وقت وصعبة. صحيح. لأنها تعتمد على العمل اليدوي أكثر من الآلي، حتى لا تتسبب الآليات بمزيد من الانهيارات، وبالتالي إلحاق أي أذى أو ضرر. صحيح. بالذين لا زالوا تحت الأنقاض. أستاذ مجيد، الشخص الذي تواصلت معه استطاع أن يتوفر على معلومات عن حالة ذويه الذين لا يزالون محاصرين، أم أن الحالة صعبة جدا؟ يعني لم يعرف شيئا، لم تتوفر، لكن أحدهم طمأنه من أنهم لا ما زالوا أحياء. أحدهم طمأنه، ربما من فرق الإنقاذ، أنهم ما زالوا أحياء. هو لم يتحدث، ولكن عن ذويه، بانتظار يعني البحث أكثر، أو البحث. نعم. تمكنهم من إزالة الركام. نعم،
لكن لا نعم، لكن الزوج الناجي وابنه وابنته حالتهم متوسطة ويستطيعون الكلام ويتلقوا الآن العلاج بالمستشفى. ما الذي نقله لك عن حالة المبنى وكيف سقط ولماذا؟ هو لا يعرف المبنى كثيرا، لأن قريبه هذا الذي يسكن في البناء قد رحل إلى هذا البناء، أي أنه قطن فيه حديثا، أي استأجر فيه حديثا ولم يزره بسبب أنه يعني لم يمض فترة طويلة على سكنه في هذا المبنى، فهو لا يعرف المبنى. لكن المنظر العام للمبنى من الخارج هو من الطوب ومن البناء رخيص الكلفة، وبالإضافة إلى مسألة أنه قديم جدا. تمام، أرجو أن تبقى معنا أستاذ مجيد. معنا الآن من عمان أيضا دكتور طلال شرفات، عضو مجلس الأعيان الأردني، أهلا بكم معنا دكتور طلال. يعني كيف تابعتم وتتابعون انهيار المبنى وعمليات الإجلاء؟ يا سيدي، أولا نترحم على الشهداء الذين قضوا في هذا الحادث الأليم، و أيضا نتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل وأن يتم إنقاذ من هو ما زال محاصرا تحت البناء. بتقديري أن هذا حادث يعني يحدث في كل المجتمعات، وبالتالي لكن المهم أن حياة الناس هي قضية في غاية الأهمية، وبالتالي لا نستطيع أن نعلق من ناحية المسؤولية وعلى من تقع المسؤولية قبل استكمال التحقيقات، لأن المسؤولية وعملية الحديث إلى الإعلام في هكذا مرحلة دون أن تكون هناك معلومات متوفرة ويكون هناك قرار قضائي أولي على الأقل، ربما يكون هناك استباق للحديث. لكن بشكل عام حادث أليم جدا، الشعب الأردني من أقصى إلى أقصى متعاطف يعني بقوة مع هذا، مع المصابين ومع أسر الضحايا، وبالتالي ولكن هذا الشعب المتعاطف يعني يريد أن يسمع كلام من المسؤولين يطمئنه، يقول له بأنه كل الإجراءات ستتخذ، بأنه المسؤولين سيعاقبون، وبأنه أوضاع البنايات الأخرى التي قد تكون مهددة سيتم كشف شامل ويعني ومسح كامل لها ولحالاتها كي لا تتكرر، حتى ولو كانت تحدث مثل هذه الأمور في دول أخرى. بالتأكيد بالتأكيد، رئيس الوزراء أكد وأوعز بمباشرة التحقيق في هذا الأمر، وبالتالي أنا أعتقد أن الحكومة ستحاسب إذا كان هناك مسؤولين عن هذا الحادث، وبالتالي الجميع لا يقبل أن يمر هذا الأمر بدون تحقيق وافي يحدد المسؤولية بالضبط، ويتحمل من كان مخطئا أثار هذه المسؤولية. لكن نعم، هل حصلت بهذه المنطقة تحديدا بما أنها فيها مبان قديمة انهيارات قبل ذلك؟ لا، ربما حدث انهيار مبنى كان فارغا، وكان يعني أمانة عمان كانت قد أوعزت بإخلائه، وبالتالي عندما حدثت هناك ثلوج وأمطار حدث انهيار في منطقة قريبة، لكن لم تحدث أن تنهار عمارة بهذه الطريقة. ولكن عادة سيد طلال الكشف عن تلك العمارات القديمة يحصل دوريا من قبل البلدية أو الشرطة، يعني الدائرة المختصة بذلك يحدث دوريا بما أنها منطقة قديمة وفيها مبان مهترئة؟ بالتأكيد، قانون أمانة عمان والأنظمة المتعلقة به توجب على الأمانة الكشف على هذه المباني. دعيني أذكر أن المنطقة جزء من هذه المباني يعني حولت إلى يعني جزء من المناطق القديمة التي يراد الحفاظ عليها من الناحية الجمالية المعمارية، التراثية يعني، من الأحياء التراثية. نعم، يعني منطقة جبل ودي يعني من أجمل وأقدم وأعرق المناطق بعمان. بالتأكيد بالتأكيد، ولذلك ذلك الحادث يعني موجع جدا، وهذه المنطقة هي كانت أهم المراكز الثقافية في عمان العاصمة، ولذلك أنا أقول أن هذا الحادث أليم، وباعتقادي أن نتائج التحقيق
يتمخض عنها تحديد المسؤولين. ونحن سنتابع هذه النتائج معكم دائما دكتور طلال شرفات عضو مجلس الأعيان الأردني من عمان. شكرا جزيلا على هذه المشاركة. شكرا للأستاذ مجيد عصفور رئيس تحرير الرئيس سابقا. شكرا أيضا لعماد العضايلي مراسل العربية. طبعا طاهر سنتابع الجديد في هذا الحادث الأليم على رأس الساعة مع الزميل صهيب بعد قليل. فاصل ونعود إليه. المناعة القوية تبدأ بعادات صحية. سنترم مع فيتامين سي وزنك وفيتامين دال يساعد على تعزيز مناعتك يوم بعد يوم. خلي سنترم جزء من روتينك اليومي. صباح جديد، خبز لوزين. فطور جديد، خبز لوزين. إذا متأخر على شغلة أو صاح يوم العطلة، خبز لوزين. لو شايل البيت كله أو مل من الشكل نفسه، خبز لوزين. تشوفي لذتها بعيونهم وتصير أساس فطورهم. خبز لوزين المحضر من أجود المكونات بأعلى معايير الجودة، يخلي مأكولاتك أشهى مهما تعددت وصفاتك. خبز لوزين كل قطعة حكاية. أهلا بكم من جديد. وصل نعش الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية إلى لندن على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قادمة من أدنبرا. وسيبقى النعش في قصر باكنغهام مقر الملكة الرسمي خلال حكمها الذي استمر لأكثر من 70 عاما لليلة واحدة قبل أن ينتقل إلى قصر ويستمنستر، حيث يبقى هناك 5 ليال حتى موعد الجنازة. إلى ذلك عاد الملك تشارلز الثالث إلى لندن بعد زيارة ليوم واحد لعاصمة إيرلندا الشمالية بلفست. وجاءت زيارة تشارلز بينما يشهد الإقليم التابع لبريطانيا توترات ما بين الوحدة وبين الانفصال أو البقاء ضمن المملكة المتحدة والقوميين الذين يريدون الانضمام إلى جمهورية إيرلندا وإعادة توحيد الجزيرة. وأكد الملك تشارلز خلال زيارة أنه سيسير على نهج والدته من أجل تحقيق رفاهية جميع سكان إيرلندا الشمالية. نتحول الآن إلى الموجز الرياضي مع الزميل زياد عبيدات. ٣٦٠ من كينيا بالتزامن مع أداء ويليام روتو ليصبح رئيس اليمين ليصبح رئيسا جديدا للبلاد. طبعا ذلك حدث في ملعب لكرة القدم، لكن أصوار الأهم هي من أحداث الشغب التي صاحبت تلك الفعالية بعد تدافع المئات الذين حاولوا اقتحام الملعب، الأمر الذي تسبب في إصابة العشرات. وكانت الشرطة طالبت أنصار روتو بالبقاء في المنزل وعدم الذهاب للاستاد الذي امتلأ عن آخره، لكن ذلك لم يمنع من تجمع أنصاره. تصريح اليوم من مايك بانس نائب الرئيس الأمريكي السابق حول لحظة اقتحام مقر الكونغرس الأمريكي الكابيتول ومطالبة المقتحمين بشنقه. يقول بانس أنه لم يكن خائفا لحظة الاقتحام، لكن كان غاضبا من الاعتداء على الديمقراطية، ويضيف أن الاقتحام تسبب في إهانة الملايين من أنصار الحزب الجمهوري. وكان بانس هدفا رئيسا للمقتحمين الذين هتفوا اشنقوا مايك بانس، وذلك لرفضه طلب ترامب عدم التصديق على فوز بايدن بانتخابات الرئاسة. فيديو اليوم من العربية 360 من الصين من مقاطعة تشيجيانغ تحديدا شرق البلاد، حيث تجمع الآلاف لمشاهدة ذروة المد والجزر في أحد أنهار المقاطعة، وهي مناسبة سنوية يحضرها السياح. ففي كل عام في عيد منتصف الخريف تحدث تجاويف كبيرة من المد والجزر في النهر، الأمر الذي تحول لعامل جذب سياحي. وتم تسجيل المد والجزر في هذا النهر على أنه الأكبر في العالم.